بكرة إن شاء الله عيد الأم، ربنا يرحم كل الأمهات اللي مش موجودين معانا النهاردة، ويبارك في عمر كل الأمهات اللي موجودين. ربنا يبارك في كل أم تعبت وربت وطلعت أبطال في كل المجالات، مش في الرياضة بس. يمكن إحنا هنا بنتكلم أكتر عن الرياضة، ولكن كل أم أدت رسالتها، سواء موجودة معانا أو مش موجودة معانا. ربنا يرحم اللي مش موجودين ويبارك في عمر اللي موجودين يا رب. الأم أكيد حاجة عظيمة جدا جدا جدا. كل سنة وكل أم طيبة، وكل سنة وأمي طيبة. كل أم قدرت إنها تدعم ولادها وتصدق حلمهم وتآمن بحلمهم وتفضل وراهم وتدعمهم وتقف جنبهم في الانكسارات قبل الانتصارات. يعني دايما الأم هتلاقيها بتحلم مع أولادها، بتبقى مصدقاهم ماشية وراهم. أكتر حد هتلاقيه مصدقك في الدنيا ومصدق إنك مفيش منك اتنين هي أمك. مفيش حد تاني هيبقى مصدق حلمك، مصدق إنك ممكن تقدر تعمل كل حاجة. يعني مثلا ممكن تبقى مخنوق والدنيا جاية عليك وتروح تتكلم مع أمك ان انا الناس بيقولوا ان انا مش قد المكان ده، او الناس بتحاربني، او الناس مثلا مش مصدقه ان انا عندي موهبه، الناس شايفه ان انا مش موهوب، الناس انا مش قادر اكمل، انا بقع، انا كل الكلام والمفردات دي هتلاقيها هي دايما تقولك لا، هو انت في منك ده، انت ما فيش اشطر منك وما فيش احسن منك وما فيش اجمل منك. امك بس اللي هتشوفك في الصوره دي. والله لو انت انجح واحد في الدنيا، او لو انت يعني الاكثر تعثرا حظا، يعني في حظك، يعني ما هو ما فيش حد، انا مش مقتنع بكلمه ان في حد فاشل. ما فيش حاجه اسمها حد فاشل، ما فيش حاجه اسمها كده. الكلمه دي بلاش نقولها لحد، بلاش نقول لحد اصل انت لا اصل هو فاشل. يعني ايه فاشل؟ ما فيش حاجه اسمها فاشل، ما فيش حاجه في الدنيا اسمها حد فاشل. انا بكره الكلمه دي، وبكره المفردات اللي هي ممكن بتتقال بنستسهلها في كلامنا العادي، لكن هي مفردات صعبه جدا جدا، صعبه على اي بني ادم يسمعها، صعبه على اي ام انها تسمعها لحد من ولادها. ما فيش حد فاشل، في حد الظروف ساعدته وفي حد الظروف ما ساعدتوش، في حد نصيبه في التوقيت ده حلو وفي حد نصيبه في التوقيت ده يعني ايامه الحلوه لسه ما جاتش. يعني الناجح ده هو مش ده ناجح وده فاشل، لا، ده ايامه الحلوه دلوقتي اللي ربنا مقدر له. انه ما هو احنا كلنا واخدينها 24 قيراط، كلنا متقسمه علينا كده 24 قيراط. النهارده ممكن يومين نيره الحلوين، بكره يومين فلان الحلوين، بعده يومين فلان الحلوين، وترجع الدنيا تدور تاني ان النهارده يبقى اليومين بتوع نيره اللي مش احسن حاجه، اللي فيهم بعض التعثرات، بعض الازمات. هي الدنيا كده. لكن ان انا اقول على حد ده فاشل وده ناجح، دي مصطلحات مرسله، مصطلحات ما بحبش اسمعها. يعني بكره كلمه فاشل، جبان، مش عارفه ايه. لا، هي الظروف خلته كده، والظروف خلت اللي هو دلوقتي بيعيش ايامه الحلوه كده، والظروف خلت اللي بيعيش ايامه الصعبه كده. بس بلاش كلمه فاشل وناجح، الكلام ده بيبقى صعب جدا جدا لما اي حد يسمعه على نفسه، او اي ام تسمعه عن حد من ولادها. اكتر واحده يعني على راي المثل اللي تقول لك ادعي على ابني واكره اللي يقول امين. انا اتضايق، انا ازعل منه، لكن محدش يقول على ابني حاجة وحشة، محدش يقول على بنتي حاجة وحشة. دي طبيعتنا كبشر، تبقى مش قادر تستحمل، أو طبيعتنا كأمهات تبقى جايب أخرك من ابنك ولا بنتك وتشتكي، وتبقى قاعد بتشتكي لحد من ابنك ولا بنتك، بس عايزهم يسمعوك بس. فكرة انهم يسمعوك ويجودوا يقولوا لك اه لا ايه ده مش كويس، لا ده يعني اقوم اكل اي حد يقول على ابني او بنتي كده. انا اتكلم، انا فضفض، لكن محدش يقول لي على ولادي ده حلو ولا ده وحش، ولا ده ما بيسمعش الكلام. مفيش حاجه اسمها كده، مفيش. هي دي الام بقى. يعني كل المشاعر المتلخبطه اللي انا عماله احكي فيها من اول الحلقه، هي دي الام، هي دي المصطلح الجميل. احلى حاجه في الدنيا، احلى كلمه ممكن تسمعها في حياتك هي كلمه الام. ربنا يبارك في كل امهاتنا يا رب،
ويرحم كل أم مش موجودة معانا دلوقتي، ربت وأدت رسالتها وطلعت ناس زي الفل بس مش معانا النهاردة، بس هي في مكان أحسن بكتير. ربنا يرحمهم كلهم يا رب، ويسكنهم فسيح جناته، ويديهم على قد ما تعبوا مع أولادهم وصبروا وأدوا رسالتهم يا رب، كلهم يكونوا في الجنة يا رب اللي مش موجودين معانا دلوقتي، ويبارك في عمر كل أم موجودة وبتأدي رسالتها. طيب خلينا نروح للأم اللي ولادها بيلعبوا رياضة. الأم اللي ولادها بيلعبوا رياضة هي دايما بتكون السند والداعم الأول لأولادها، وكمان بتزعل قوي قوي لما حد من ولادها يعني يتعرض لظلم عادي، يعني ممكن ان بتحس انه ايه، لا انا يعني ابني ولا بنتي لما بيتعرضوا لظلم مثلا في اللعب ولا حاجة، بتحس انه يعني بتكون هي الدعم الاول، هي اللي بتسندهم وتقول لهم لا انتوا كويسين، بس ممكن ما كانش يومكم النهاردة، ما كنتوش موفقين النهاردة. ده غير الدور اللي كل ام بتعمله علشان تطلع ابطال رياضيين. الام اللي بتقوم الساعة 6 7 الصبح علشان تصحي ولادها، تنزلهم المدرسة، وبعدين هي تعمل لهم أكلهم وتحضر لهم لبسهم بتاع التمرين، ويرجعوا من المدرسة تحل معاهم الواجبات بسرعة وتأكلهم وتنزلهم جري وتنزل بيهم جري علشان تروح توديهم التمارين بتاعتهم، كل واحد تمرينه في ميعاد شكل، وتخلص مع ده وده وده، أي واحد فيهم يخلص التمرين لو عنده لسه واجبات محلهاش تلاقيه جايباه يكمل واجباته وهي قاعدة مستنية اخواته. حاجة بجد. الأم اللي عندها ولاد رياضيين دول وبيدرسوا في نفس الوقت، يعني مدرسة الصبح وتمارين بعد الظهر وترجع بيهم بالليل علشان تعشيهم ويناموا ويبدأوا المسيرة من جديد، بتتعذب حقيقي، بتتعذب. أنا عشت مع أمي الأحداث دي من واحنا صغيرين، وقد ايه كان الموضوع بيبقى صعب جدا بالمدارس، وبعد كده نرجع على التمارين، وبعدين من التمارين نرجع تاني بالليل عشان ننهي يومنا، ولو في حاجة نقصانا ونرجع نبدأ اليوم من جديد. الموضوع بيبقى صعب جدا 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 فوق ما اي حد يتخيل، لانه هي مش فكرة ان هم بيذاكروا وخلاص ويخلصوا مذاكرة ويناموا الموضوع، لا، جري طول الاسبوع بيبقى زي ما بيقولوا كده ساقية، هي بتلف فيها وبتحاول، وعايزاهم في نفس الوقت يبقوا لحد يقول انهم ما نجحوش دراسيا، ولا حد يقول انهم ما نجحوش رياضيا، عايزة تبقى طول الوقت حاسة انها ادت رسالتها ونجحت معاهم في كل حاجة، كل حاجة قدرت توازن بين الدراسة والرياضة، وقدرت تنجح بيهم بشكل كبير جدا. عندنا أمهات أبطال كانوا دايما في الصورة ودايما موجودين ودايما بنشوفهم بشكل كبير جدا جدا، أبطال أولمبيين بالتأكيد. كلنا شفنا والدة هداية ملاك وفريال أشرف، جيانا فاروق، سيف عيسى، أحمد الجندي. أنا بحاول أفتكر معاكم كل أبطالنا الأولمبيين، وكتير كتير كتير هتلاقيهم، وتلاقيهم في المدرجات، وتلاقيهم بيبقوا دايما الكاميرات تيجي عليهم وولادهم بيلعبوا مثلا النقطة الأخيرة في مباراة، أو بيلعبوا مباراة نهائية، حاجة عظيمة جدا 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 جدا. تخيل لما تتكلم عن أم هي بتعمل كل الحاجات اللي أنا حكيت عنها دي، وهي تكون كمان امرأة عاملة، فتخيل مدى اليوم بتاعها بيكون عامل ازاي. سواء رب منزل هو هيبقى يوم تقيل عليها جدا، وضيف على ده لو هي امرأة عاملة، وحاجات صعبة قوي. ولو ام رياضية بقى، فبتبقى اساسا لعبت رياضة كمان، فبتبقى مقدرة بشكل كبير جدا الرياضة، في نفس الوقت عايزة توفق دراسة، فده برضو بيبقى صعب جدا. الام بقى اللي هي بتلعب رياضة دلوقتي، يعني هي دلوقتي أم وبتلعب، لسه بتلعب مثلا في الدرجة الأولى رياضة، أو بتلعب في الفريق الأول أو في المنتخب الأول، هي بتلعب رياضة دلوقتي وبرضو بتحاول إنها توفق ما بين الرياضة وولادها. يعني عندك ياسمين نوح بتلعب في الدرجة الأولى فولي، وبنتها بتلعب فولي في نادي الزمالك برضو، وبنتها بتدرس. تخيل بقى برضو، يعني دي من ضمن الأمهات الصغننين اللي لسه بادئين المسيرة مع بنتها طبعا ليلي، يعني برضو دي حاجة
جميله جدا جدا. تخيل هي بتلعب في الدرجه الاولى وبنتها بتلعب في فريق، انا عايزه افتكر بس بنتها بتلعب في فريق 2000 وكام. برضو دي حاجه جميله قوي. بتشوف امهات كتير 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 كتير، بتشوفهم طول الوقت قد ايه مصدقين حلم ولادهم، ماشيين وراهم. كل ما بيحسوا ان ابنهم او بنتهم ممكن يوصلوا لمرحله ياس، ودي الام عموما يعني بيوصلوا لمرحله ياس او مرحله ان انا حلمي ليه مشوار، انا ماشي في المشوار ده، فتيجي في لحظه طبيعي بيجي عليك انكسارات، بيجي عليك وقت تقول لا انا مش قادر اكمل المشوار ده، انا تعبت، انا خلاص مش قادر اكمل اكتر من كده، انا هقف، انا مش قادر. بتلاقي دايما اول حد بيبقى في ظهرك هي امك، بتقول لك لا كمل وانت لسه بدري. والله سواء الام موجوده او مش موجوده، لو الام موجوده هتلاقيها اول حد بيقف في ظهرك وبيقول لك لا كمل وانت تقدر، وايه المشكله، ما هو ما فيش حاجه، ما فيش حلم بيبقى كله انتصارات وانجازات على طول الخط. طبيعي بيبقى احلامك بيجي فيها بعض التعثرات والانكسارات وانت ماشي، لا يمكن، اصلك مش هتلاقي طول الوقت طريقك مفروش بالورد يعني. وحتى لو أم مش موجودة مع أولادها بيفتكروا كلامها، لما بيجوا يقعوا بيفتكروا كلامها، بيفتكروا كلامها في كل موقف من المواقف دي، بيفتكروا كلامها ويقولوا أنا لما وقعت في موقف شبه كده هي وقفت وقالت لي لا كمل وانت تقدر وانت لسه قدامك ومعلش وده مش نهاية المطاف. دايما هتلاقيها كلامها موجود في أذهاننا، يا إما بتقولهن يا إما فاكرينه. هي دي الفكرة. الأم شيء عظيم قوي قوي. أنا ما عنديش حلقة بكرة، فقررت أني أتكلم عن الأم النهاردة. كل سنة وكل أم طيبة موجودة معانا ربنا يبارك في عمرها، مش موجودة ربنا يرحمها بإذن الله. طيب عايزين نتكلم كمان عن الأم اللي ولادها بيلعبوا رياضة، زي ما احنا بنتكلم طبعا دايما بتكون السند والداعم الأول لولادها، وزي ما قلت كمان بتزعل لما أي حد من ولادها يتعرض لظلم، زي ما أي لاعب، زي أم لاعبة طبعا في نادي الزمالك ومنتخب مصر، يمكن دي أحدث حاجة معانا شوية، ومنتخب مصر لوجين محمد واللي تم استبعادها للأسف من دورة ألعاب أفريقيا للشباب، واللي المفروض إنها تتلعب في زامبيا رغم تأهلها كأفضل رقم في أفريقيا في عام 2023. مشكلة طبعا بنعيشها الفترة دي، وعايزين احنا دايما لما اي حد من ولاد الزمالك بيكون عندهم مشكلة دورنا هنا ان احنا نقف في ظهرهم، دورنا هنا ان احنا نسلط الضوء على المشكلة دي ونكون احنا الداعم الاول ليهم بالتأكيد.